أصبحنا أصبح الملك لله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. أنا بسوق أبو حمص يوم الثلاث ومعاكم قناة المواشي اليوم يوم 19/3/2024، وتعالوا نشوفوا أسعار البتلو اللباني الجاموس في سوق أبو حمص. اللهم صل عليك بسم الله ما شاء الله، الله أكبر الله أكبر بسم الله ما شاء الله. الجو في الشتاء النهاردة والجو خفيف يا جماعة في سوق أبو حمص، ربنا يصلح حال الجميع يا رب، اللهم امين. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر، اللهم صل عليك يا نبي، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، ربنا يصلح حال الجميع يا رب، اللهم امين. بسم الله ما شاء الله، بيد الله عليه الصلاه والسلام. نتايه بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. تجار ولا جنيه؟ جنيه جنيه، ربنا يبارك لكم ويصلح حالكم. ايام يا صاحبي 17 ونص، ربنا يجعل سوق احسن منها ويجعل صباحكم ابيض ولسان طيبين. كل عام طيب وانت طيب يا غالي، وانت طيب الله يبارك لكم. الله اكرم ناس محترمين الجنيين في ابو حمص. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر، ربنا يبارك للمال واصحاب المال، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، جالب زيت ما فيش معه شيء. ليه بقى؟ عشان المزارع قفلت. المزارع قفلت. المزارع اللي بتاخد ولا اللي بتطلع؟ المزارع اللي بتاخد. اللي بتاخد مزارع اللي حي اقل حي يسيب 2000 جنيه، يسيب 2000 جنيه اقل حاجه يسيب 2000 جنيه، ربنا يرخيها لعباده. والجزارين ما فيش فايده فيه، والجزارين ما فيش فايده فيه. بص ربنا يهديهم. في لحم 400، اللحم المحط اعلى لحمه النهارده ب 320 جنيه، 300 و320 بيبيعوا ب 400، بيبيعوا ب 400. ربنا يهديهم يا حاج، ما فيش فايده فيهم، ربنا يهديهم. يدوا البلد باي طريقه منهم بالله. هيودوا الفلوس فين بس؟ مش عارف والله. العالم بتموت وتسيب الفلوس، كل واحد يتقي الله، ربنا يصلح حال الجميع. ما فيش فايده صح، ربنا يهدي، ربنا يهديهم يا حاج، ربنا يهديهم. والله اللي بيظلم لازم ينظلم، لازم ينظلم. اللي يمشي بما يرضي الله مش هيغلى. ربك موجود، الله يبارك لك ويصلح حالك. كل سنه وانت طيب يا صاحبي، نارك عسل، نارك ابيض ان شاء الله، وانت طيب يا غالي. بسم الله ما شاء الله. انت عارف انا عملت مكلك اه، كان في كم مشاهد. اي الله يصلح حالك، الله يصلح حالك. ايه والنبي صورة، حرام على دين ام التاجر يا عم، حرام عليك يا اخي، انا مصيمه. اتقي الله يا احمد عيب. قول له الناس هناك ب 20,000 وقول له اصرف في السوق دي يا عم. احنا هنا بنسال، بناخده من حنكك وحنك غيرك، احنا بنقوله بنفسنا. 11,000 ها؟ 11,000 ب 11,000 11,000 طب اديهولي بال 13. الله يربح حقك، اديهولي ب 13. انت هتكذب يا احمد في ايمان يا عم. اتقي الله يا احمد، بما يرضي الله يا اخي. انت في الفلاحين عرف بقول لي الحقيقه كده، انت روخر برضه زيه، يبقى فين الصيام بقى؟ ها؟ كل كلمه بتطلع من الحنك بتتحاسب عليه. ده انت صايم يا حاج، لما تقول الحقيقه، ما احنا كلنا صايمين. اي وسخ وصايم صح صح، قول له يا حاج والله بيكذب برضه، ما فيش فايده. خربت بيت الموتوسيكلات يا حول الله يا رب. زي ما انتم شايفين احمد يا جماعه، مش عايز المربي يوصل له حاجه. ليه بس يا اخي؟ ما بتخسر ولفات، ما انت لو صادق مش هتخسر، لكن الكذب ده اللي بيخسرك. اي برضه بقول الحقيقه كده. الله اكبر، ربنا يهدي كل واحد يا رب، اللهم امين. زي ما انتم شايفين يا جماعه، اغلبيه التجار اللي بيكذب واللي ما بيكذبش، ربنا يهدي الكل يا رب، اللهم امين. صباح الخير يا كبير، كل سنه وانت طيب. ذكر ولا انتهى الاطاله دي؟ بسم الله ما شاء الله، انا شايف عين بيضاء وعين عسليه. لا هو كده عسلي كده، سبحان الله. دي عسليه، دي عسليه ودي بيضاء. بسم الله ما... وامه كانت كده برضه، سبحان الله، الله اكبر. زي انت ما انت لابس جلابيه وشقيت الجهاديه. بس حبيب قلبي، الله الله اكبر. عامله ياما دي نتايا ولا دكر؟ دكر. عامل يامي؟ 18,000. بسم الله ما شاء الله، يعني بين عمل 21 و18 و19. وهو اساسه كام؟ هو ان كان على اساسه ده بتاع بيته.
بتاع بيته لسه ما بحش الله يصلح حالك ويرزقك كلنا بنقول يا رب والله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع يا رب اللهم امين بقولك يا رب يا رب يا رب طالما بتقول يا رب عمرك يا رب ولا بقول ايه اي والله ونعم بالله لحمه تقيله ايه لحمه تقيله اي بسم الله ما شاء الله محدش عارف حاجه ها هو صامف والله انا شايف عين عسليه وعين بيضه يعني عقلي هو قال لي امه كده برضه سبحان الله بسم الله ما شاء الله الله اكبر هنوضحوا لكم العين برضه يا جماعه ايه بسم الله ما شاء الله الله اكبر عين بيضه هي وعين عسليه الله اكبر الله يبارك لك يا حاج واحده بقى ليا انا انت راجل محترم واجعل صباعك ابيض كل صون طيب يا غالي الله اكبر بسم الله ما شاء الله تم بكام البيع والشراء يا صاحبي اه صاحبي اهو خد تم بكام انت يا حول الله انت خايف تقول لي بكام كام بكام والله ده 10000 ها 10000 10000 وزميتك ب 10000 وانت صايم زمه ودين 15000 17000 والله يا اخي 17 الله يبارك لك 17000 بسم الله ما شاء الله هو الراجل ده عايز يهبط العمل ليه ها هو انا هنبيع لك تشتري مني بتهبط العمى ما تقول الحقيقه اللي خلقه ربنا وخلاص 17000 الله يبارك لك يا استاذ صباعك ابيض عجل ذكر ب 17000 بسم الله ما شاء الله عليه ربنا يبارك للي اشتري ويبارك للي باع الله يبارك لكم يا غالي ويصلح حالكم وحال الجميع يا رب اللهم امين بسم الله ما شاء الله اللهم صل عليك يا نبي العالم بتيجي لسه يا جماعه بسم الله ما شاء الله سوق ابو حمص الجو كان ممطر فيه برضه والعمل خفيف النهارده ربنا يبارك للمال واصحاب الله اكبر بسم الله ما شاء الله عامل ياما ده صاحبي يا عمدي كل سنه طيب عامل ياما العالم مالها يا اولاد النهارده حول الله يا رب ربنا يهدي بسم الله ما شاء الله الله اكبر عامل ياما ده صاحبي الله يصلح حالكم والله لا تدونا بلاش بسم الله ما شاء الله الله اكبر بيتين دول لباني الجاموس في سوق ابو حمص ربنا يبارك للمال واصحابه بسم الله ما شاء الله اللهم صل عليك يا رب كام يا صاحبي بالبيتين النهارده؟ بيت ب 13 و200 والله 13 و200 وريحونا 500 كمان اي والله الجو حاطط النهارده ولا ايه؟ خلاص الله الله يقويك ويعينك يا صاحبي واجعل سبعك ابيض الله اكبر البتلو اللباني الجاموس في سوق ابو حمص يا جماعه زي ما قالوا الفلاحين اوقات الجو حاطط ربنا يبارك للناس كلها ويصلح حالي وحال الجميع يا رب اللهم امين بسم الله ما شاء الله اللهم صل عليك يا نبي الجو كان ممطر طول الليل في ابو حمص زي ما قالوا بسم الله ما شاء الله الجو صابح خفيف النهارده في سوق ابو حمص ربنا يبارك للناس كلها ويصلح حالها وحال الجميع يا رب اللهم امين ما تنسوش ذكر الله ورسول الله ربنا يبعد عنكم وعننا البلاء يا رب اللهم امين لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله يكون الاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر هنسيبكم في رعايه الله وامنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.